في عيد العمال تحولت شوارع باريس إلى ساحات للكر والفر بين المتظاهرين وعناصر حفظ الأمن. استخدمت فيها الشرطة جميع الوسائل المتاحة لتفريق المحتجين وتجنب توسع أعمال النهب التي طالت مرافق عديدة ومحلات تجارية. في مارسيليا جنوبا مرورا بنانت إلى ليل شمالا لم تختلف المشاهد، سيارات أضرمت فيها النار ومشادات عنيفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين المناهضين لخطة إصلاح نظام التقاعد. عيد للعمال أرادت النقابات أن يكون تاريخيا استثنائيا يؤكد وحدة الجبهات الاجتماعية في مواجهة إصلاح نظام التقاعد، مع إعلان عن تعبئة شعبية بأكثر من 1.5 مليون متظاهر عبر عموم فرنسا. عيد العمال مهم، نعم يجب أن نظهر لقادات حكومتنا على الرغم من كل شيء أن التظاهر لم ينتهي في البلاد. في عيد العمال يمكننا أن نقول إن المسيرات رمزية، سوف نظهر لماكرون أننا لسنا سعداء ولن نمرر القانون. إنه يوم العمال لتأكيد الوحدة النقابية وإصرارنا على مواصلة المواجهة، وهذا وحده أمر تاريخي. في مسيرات مليونية قابلتها تعبئة أمنية مشددة لأكثر من 12 ألف فرد من عناصر الأمن. أعتقد أن حكومتنا غير متصلة معنا، هي تظن أن كل هذا وراءنا. لا بالعكس، اليوم هناك عالم شغل حيث الغضب حاضر بقوة، ومن الواضح أن الشعب يطالب بإجابات حول مسألة قانون التقاعد. في سياق اجتماعي واستثنائي مشحون تعول النقابات العمالية الفرنسية على احتجاجات الفاتحة من ماي في الدفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التخلي عن خطة الإصلاح رغم تجاوز عقبة البرلمان وافتكاك رخصة المجلس الدستوري.